شاركت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى في أعمال الاجتماع التشاوري حول مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا، بدورها نائبا لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي. وأكدت الفاضل خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أهمية هذه الفعالية البرلمانية ودور التشريعات في تعزيز الأمن الغذائي. موضوع الأمن الغذائي طبعا يحظى باهتمام كبير لدى مختلف البلدان، وخاصة طبعا بعد تفشي جائحة كورونا، فهذا يتطلب تكاتف أكبر ووضع الخطط الحكومية والتدابير التشريعية لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي، خاصة أن الغذاء والصحة يشكلان حقا جوهريا للإنسان في كل مكان. هذه الفعالية البرلمانية جاءت بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرلمان عموم أفريقيا. فكرة هذه الفعالية أن برلمان عموم أفريقيا قد وافق على مشروع قانون نموذجي للأمن الغذائي والتغذية بالدول الأفريقية، وفتح مشاورات مع الشركاء بشأن نسخة المشروع لمراجعتها قبل اعتمادها. طبعا جرت مناقشات مستفيضة في هذا الاجتماع عن هذا المشروع القانون، واللي يتضمن إطار تشريعي للتعامل مع التحديات اللي تواجه موضوع الأمن الغذائي.